راسين كاري مع سامي بن نور على EFM أحلى راديو. مرحبا بكم مستمعينا، هذه ساعتنا الثانية في راسين كاري. السؤال: أنه المنتخب الإفريقي اللي نال لقب كأس الأمم الإفريقية في أول مشاركة؟ هلا تصل فيا العصبور. اي نحب انك تولي تطلع على راي. انت غلط، خلط تحيني الكابتن، ري بلاصه الكابتن. اي الكابتن وانا نقعد هنا وانت توصل لك خلط تصحيني انا الكابتن. ميكرو هند لافريك دو سود، قالت لي لافريك دو سود. لافريك دو سود منتخب جنوب افريقيا. انا جاوبت، حبيت انا جاوبت، حبيت نقول لك وحبيت تطلع. لا هلا هلا يا هلا، الناس تحضر دروسها بالبدا. صحيح من بكري نقرا في دروسي. بعد حضر الاتحاد الدولي لكره القدم والاتحاد الافريقي منتخب جنوب افريقيا من المشاركة في البطولات بسبب الحرب العنصرية، التمييز العنصري اللي تعيشه البلاد، رفع الحظر كان عام 96 بعد بزهر تونس وكونتر تونس، بعد نهاية النظام العنصري على يد الزعيم نيلسون مانديلا. بداية الدولة في عالم كرة القدم الإفريقية كانت في بطولة 96 اللي نظمتها جنوب أفريقيا، وتفاجأ العالم الكل وحقق منتخب جنوب افريقيا اللقب في اولى مشاركاته بانتصاره على المنتخب التونسي في النهائي بنتيجه هدفين مقابل صفر قدام 80 الف متفرج في جوانسبورغ، ما بينهم نيلسون مانديلا. ما كانش ممكن الفريق التونسي أنه يعمل نتيجة غير هذيك بالظروف هذاك، ومارك فيش اللي يحب يعمل بطولة يحطنا نحن قنطرة. هو لا لا، هو عم بريستاسيون باهية تونس. هو محلاهم الماتش شوية هذاك كانوا في رمضان بعد شقال فتر، نذكرهم رمضان 96 بعد شقال فتر. رمضان رمضان 96 وقت الجوز الأول تاع الخطبة مع الباب نذكروا كيما توا. بعد يعني اي بعد عديو الماتشوات وقت كانت الوطنية تعدي الماتشوات يا حسرة والله يا حسرة. اي وحايلوا علينا مع وقت عملنا بريباراسيون خايبة على الاخر، من بعدها وصلنا الفينال. اي لا بريستاسيون كانت بعد السليمي زبير باي فريد شوشين شوكلوير بلهاز وي الله يرحمهم. وي الكومبيتيسيون تقعد في البيت. اي وي، اي دولة قدمت منحة للحكومة المصرية لتشييد مبنى دار الاوبرا المصرية الجديدة؟ يا اليابان عملتها. وي اليابان افتتحت كيما اليوم 10 اكتوبر 88. هي ما هي بدات الواحد هذيك سيدي باش تبدا تعرفها، ولازمنا نعرفوا هذا الهدف جاي لتونس باش يعملوا بها. فهمت دار اوبرا زاده ما تفهموش ولا ما نعرفش شنو يا ارتفاع لينا مشاو الفلوس مشاو هزو ثقافه مش كتاع قهاوي وقتها القاهره يلا واعلم شنو تقع في مبناها الجديد واللي تم تشييده كمنحه من الحكومه اليابانيه لنظريتها المصريه بارض الجزيره بالقاهره. وبنيت الدار على الطراز العربي الاسلامي، يعتبر الصرح الثقافي البديل على دار الاوبرا الخديويه اللي بناها الخديوي اسماعيل سنه 1869. واحترقت نهار 28 اكتوبر 71 بعد ما كانت مناره ثقافيه لمده اكثر من 100 سنه. وبطبيعه اللي الدار هذه جديده تضم قصر الفنون، مركز ثقافي، نقابة الفنون التشكيلية، مركز الإبداع الفني، متحف الفن المصري الحديث، المسرح الخاص بالعروض الأوبرالية والغنائية، 1200 مقعد. قديش الأوبرا متاع تونس في دار الثقافة؟ فما واحدة فيها 1800 الكبيرة، الصالة الكبيرة، فما واحدة فيها 700. أي فما واحدة فيها 700. فما واحدة أخرين أصغر. 1008 هذيك. أي. مي مش 1006. مش أقل مختار حاجة كيكا بس تخابونتان يبالي 1600 يبالي أقل سهل كبيرة. أي ما كبيرة رايا الكبيرة نعرفها هنا 1002 غلطنا في 200 كرسي. أي أي خلنا نذكر المسرح الصغير ويختص بعرض الندوات الأمسية الثقافية وكذلك العروض الفنية الصغيرة وغير رسمية، وفيه 500 مقعد. المسرح المكشوف للعروض الصيفية والشبابية وتبلغ سعة 600 مقعد، وقد تمت عليه عروض محلية وعالمية عديدة. احنا معناش مسرح مكشوف، لا هو مركب هذاك مركب. انت قلت ستيل اعراب مو ستيل اعراب، المعماري ستيليزي. احنا لو كان جبنا اليابانيين المعماري سي مختار الارتيزان نتاعنا نقولوا خلي جيب ديزاينر هما جيب، اما مش الفن المعماري معناتها اللي معمول به دار الاوبرا كاسكيلاد. لا من برا، لا حتى من برا انسبيري من حتى من برا هاكا زعما قبه غير شنو اي فوالا سي سا. ما فهميش سي تري ستيليزي سي تري بو مركب واول من شدوا اي ما حتى المعمار الاسلامي اللي كان حطوا فيه الجنرال ناصر الانصاري كي تي انوم تريزوفير وراجل خارق العاده
والتوا سي بيان مانتوني والتوا نظيف ما تدخلش بلاش كرافات ما عندكش كرافات يمدولك كرافات ما تحبش تلبس كرافات ما تدخلش وانتهى واضح بهي كومبلي فيستون شون كرافات لازم شوميز كوستار وكرافات اي ما فهميش ملا واحد داخل بسوريا ولا هكا داخل بجين ما فهميش ما عندهمش التوا توا سكين ديسيبلين التوا وعندك حاجه اخرى الفو انستوري وي عملوا حكايه التليفونات تبدا ساعه ساعه التليفونات عملوا اباري تقص الريزو الريزو سي بيان سا جوست حبيت نعلق في فيسا فيسا على الخديوي الخديوي اسماعيل كان اسمه قبل اسماعيل باشا ثم هو اللي غير اسمه الخديوي اسماعيل ثم جاء من بعده عباس حلمي وثم زاد الخديوي عباس حلمي هذا في عهده كان ثم فرقه تعزف الموسيقى الكابتن ولا هذا الشيف دوركستر اسمه حسب الله اللي بعد خرج وعمل فرقه موسيقى حسب الله فرقه حسب الله وما ادراك كانت تمشي برشا في مصر حسين نزار يلا جي هنا فوترافيك تسمو في غاسين كاري مع سامي بن نور على اي اف ام احلى راديو مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعينا ناحي التليفون شكون انت هو شكون تليفون ممنوع هون يا اخي اش نعمل انت قلت شو ايه السؤال شكون فنان الهيب هوب اللي تم اغتياله بعد حضور مباراه ملاكمه لمايك تايسون توباك توباك 7 سبتمبر 96 مشى اسطوره الراب توباك الى لاس فيغاس لحضور مباراة ملاكمة لصديقه مايك تايسون واسمه توباك شاكور شاكور بلاك مسلم بعد المباراة صار عركة ما بين توباك وواحد من عصابة كريبس وبعدها في طريقه للبواد دو نوي مع صديقه لاستكمال السهرة وقت وقوفهم في الضوء الأحمر قربت منهم كرهبة على متنها 4 أشخاص أطلقوا الرصاص نحو السيارة التي أصابت توباك على مستوى الكتف والصدر تم نقل المستشفى توفي بعد مرور 6 أيام إثر نزيف داخلي خلف على إثره صدمة كبيرة للمجتمع الأمريكي والعالمي وحزن وغضب كبيرين وسط المعجبين متاعه لأن وقتها كان حتى لليوم في لابوجي الأغنية طاوي في لابوجي في 1986 سورتو بالتيتر هدايا حسرة كاليفورنيا وصغير مولود 1971 صغير تعملوا برشا فلام عليهم فلوس ليه محضرة روحها مليح اليوم قريت دروسي أنا كي يعطيهم على عكس أمورها واضحة على عكس شو معنى على عكس على عكس البقية البقية نهوما الكل أنت أنا وياك أنا وياك طلع أنا نتكلم هلا ذواجي شكور كل نزار مرزوق جاوبت على السؤال نزار وهن بارك الله عليهم أنا قاعدة نصري في اللواء اليوم فايقين اليوم فايقين قاعدة تثري في الحوار غير تحبوا يلا من وقتاش بداو هو مايك تايسون ايوه هو مايك تايسون ايوي من وقتاش بداو الامريكان يبعثوا الاطفال عبر البريد اطفال وي. اطفال عبر البريد وي يبعثوا يو بي اس في بوسطه اتجه مركز البريد الامريكي لاعتماد خدمه الطرود البريديه بناء على ذلك سمح للامريكيين لاول مره بإرسال الأشياء التي تزن أكثر من 4 ليفر معنا 4 أرطال عبر البريد وقبل اعتماد الخدمة ذي لجأ الأمريكان نحو الشركات الخاصة لنقل الطرود من منطقة إلى أخرى تزامنا مع توفر الخدمة ذي ولو يبعثوا أشياء غريبة عبر البريد كما العظم والدجاج والسمان والحديد أما ما تردوش في استغلال خدمة الطرود البريدية لإرسال أبنائهم من منطقة أخرى يبعثوا ولده في صندوق استغلوا غياب القانون اللي يمنع إرسال الأطفال باش يزوروا أقربائهم مثلا يبعثوا ولده في صندوق وي ولا في شكارة
لا مش مش الهدف ان يكون مسكر عليه لا هو لا يعقل لا محال بس ما تصيرش الحكايه شو هما كرهبهم غاديكا اكسسوار الفيديكس ولا يو بي اس يونايتد بارسل سيرفيس ودي اش ال وكل الحق كرهبهم يهبلوك منهم يهبلوا معناها نجم يبعثوا فيهم نظاف ويشعلوا ريحتهم باهيه وكل معناها نجم يبعثوا فيهم صغار نعرف الكل يجي في صندوق لطف يعني انت مثلا تنجم يقول لك نعرفش انا تبعث لنا هالك في كولي نجم انا لا يستوعبني الكل استنى هما يحكيوا على كيلوات ساعه لازمنا نفهموا على الكيلوات كيلوات نشوفوا انا نشوف من بعد فما كشكاير الخشين عليه راس الحارس الشكاره فهمتني انت موافق ولا انت مختار لا وين ان توكا بدايه من شهر جانفي 1913 شهدت ولاية لوايو الأمريكية أول عملية ترسال للأطفال عبر البريد وقت أقدم زوجان على إرسال ولدهم لدار مماته اللي يبلغ من الوزن تقريبا 6 كيلوغرام كانت تسكن على بعد ميل واحد مقابل 15 سنت حطوا الطابع البريدي وتقريبا 50 دولار تأمين ميل معناته ديجا كيلومتر و700 معناها نجم يمشيو احنا كيما كيك في تونس هو كيكه ماله مش باش يحطوه في شكاير ويمشي مئات الكيلومترات في كيما هكا في تونس تحطوا كلاي نحطوا قطوسه لطف ولا هكا في ساك شنو محلي غاز والبوستاجي حسب ما نقلته جريده نيويورك تايمز تتفرج هوليك في الفتره هذيك نحطوا كلب ولا قطوسه كيك احنا في تونس نحط كلبي كيك نحط ساك ونحط نرمي في كلبي يمد راسه وكيف ونهزه معنا تكفل الساعي البريد فيرون لايتل بمهمة نقل الطفل لدار عزيزه كان الطريقة معناها متاع أكروباسية يعني أسوري بربي الولاية تصير حاجة في الثنية ولا يتيح 50 دولار هذا ما يسمى بطريقة ويرد تحيل نقول الأمريكان معناها إترانج يلا قالوا زيني عم الحالة ما رجع بعد شوية عسيمي بن نور على إي إف إم رجعنا في راسين كاري كي تاخذ الطياره فما حاجات معناها تو ابريسي كالسيرفيس هذاك في اون كومباني ايريان وساعات ينقدوا الناس للسيرفيس عند اي شركه للطيران حسب رايكم شو الحاجات الغريبه اللي كشفتهم مضيفات الطيران خذوا برشا انيشونتيون تاع مضيفات الطيران وقالوا لهم شو الحاجات الغريبه اللي تم في شركاتكم فالإجابة كانت صادمة بعض الإجابات في الشركات ولا في الشركات ولا عندك في الطيارة معناها في الفول اي الناس طلبوا باش يجيبوا لهم بيجاما يرقدوا في سور دي لون كوري كريسيم مش كونفورتابل فازا في النوم هكاك شنو في النوم مثلا حاجة اللي يجيبوا لهم حاجات باش يرقدوهم ولا يغنيوا لهم من بيرساز يلبسوا بيجاما لا لا حاجات انت ما تتخيلهم مش بيزار سي مختار يعني قاعد نتهلوش به يغنيوا لهم بيرسوز فمش بارتي تعرفوا انه كي تمشي في لي لون كوريي هذوما فما اللي يعطيوك البطانيات اي ما يعطيه يقول لنا لون كوريي لون كوريي هوني في وحده ذي يعطيو لي شوسيت يعطيو واللي يحطوه على عينيه الماسك باش والبطانيه اي ولا الكل نهبطهم معاك شنو فيها البطانيه هذا الغريب حاجه تسخنها كل البطانيات المستخدمة مثلا للركاب يتقدموا داخل أكياس جديدة دون أن تغسل شيخ الله هذه حاجة معناتها فيها الجرب نجمو ما نلقاوش وقت انا تغسل يعني يقدموها كيكا انت لك شي تتشمس على الطيارة ولا اي لا لا والله نسحتهم ديما جدد مش عارف عليه ثانيا والناس كل يهربوا بيهم كيسان ما يتغسلوش البلاستيك البقعه اللي تخزن فيها تخزن فيها مياه الطياره واللي يصنع منها المشروبات الساخنه مثلا كما القهوه والتاي وسا موجود تحت التواليت اسفل الطائره ولكن ريسيكلي لا ينظف ابدا لا شفتوا ما قلت لي خير يا سامي حمام الطائره ما عادش ربحت شيء شو حمام اي الحمام الطائرة استنى استنى مام اللوطة حمام اي المال يا ولد البابز مسكرة المال انتوا كأغزر هذا مش خاص بشركة دورة أخرى اون جينيرال معناها انت ولا مشينا شركة واحدة لا لا لازمكش تمشي شركة واحدة دونك ثالثا الحمام الطائرة ساعات المضيفين والمضيفات ما يمشيوش
للتواليت نتاع الطياره. علاش لي زودور؟ خاطر مستعملينها برشا عبيد. فوالا، لانها غير نظيفه مثلا. رابعا، دخولك الحمام على متن الطائره قد يعطل موعد هبوطها. عليه هذا ما عنديش لي تفسير. في الديكولاج في الاتيريساج ما تمشيش فيهم. لا ان توكا فما حاجه. لا خاطرك الحاجات هذوك اللي تسيبوا يهبطوا على روس الناس. ان توكا سي مختار، سي مختار قعد سي مختار. تعرف انه لو باساجي إل ني با اسيوري، ماهوش مؤمن وقت الديكولاج وقت الاتيريساج. على ذلك ما عندكش حق تقوم. مشيت تربي معاك. ما عندكش حق تقوم. داكور. دونك ماهوش اسيوري وقت. ب يوجد داخل الطائرة مضيفون احتياطيون داخل الطائرة، فما مضيفين أخرين احتياطيين معناها في وسط الطيارة. لا يحصل المضيفين على قسط كافي من النوم، حيث يعني لازمهم يكونوا مستيقظين طوال الرحلة، ويكون عملوا ديجا ان فواياج اخر ورحله اخرى. دونك تلقاهم في اي بون ثم اوقات معناتها تجي يطلع طاقم اخر، اخرين باش يرتاحوا. اما عندوش حق يرقدوا في وسط الفولا ذاك، راهو يبدا قاعد يجي النوم 8 9 10 سوايع. هذه بور لي لون كوريي. اه بور لي لون كوريي ترقد في خدمتك. والاخرانيه، الوجبات التي تقدم لطاقم الطائره افضل بكثير من الوجبات التي تقدم الركاب. ما حابش نسالك سؤال. انا ذقت برشا مرات وجباتهم عيطوا لي ياكل مع الناس نمشي. شنو مال هو يخدم وتعب بشكل كما قادر باساجي. تعرف انه الطيار ومساعده ما ياخذوش نفس المنيو بتاع الطياره. علاش؟ باش ما يدخلوش. باش كان واحد تسمم، باش كان واحد تسمم الاخر ما يوصل لاباس. كان واحد تسمم الاخر يقعد لاباس. اما الخشينا برشا اليوم. انا ثم حاجه ولا حكينا على التطير المره اللي فاتت وقلنا ما هي حكيت هي. هاي واحد يستفيد. انا عندي حاجه ولا ما نحبوش التطير، نستفيد باسم باسم الكابتن الطيار البيلوت، نستفيد باسم كده اسمه مزيان، نحس الفول باش تعدى ما احلى كده اسمه. انا بصوت ثقيل شويه، بالصوت ثقيل شويه، نقول ربي يستر. انت زاد انا فما حاجه سامي تقلقني. اي معناها هكا ما ديما نقول يا اخي في الاخر علاش ما كانش تصير حاجه. واحد في الاخر تو يقرا المعوذتين ولا دعاء السفر و... ساعات ما عندكش وقت. وكان ربي هزم تاعه وربي هزم تاعه يورينا اعمل هكا واعمل هكا واعمل هكا. تو هو في الفجعه ما زدتش نتذكرهم. انت تو كي تفجع وتاكل بعضها تهبط راسك تحت على السياج اللي قدامك. ما عادش تتذكر امبوسيبل. يجي عليك تقرا المعوذتين وكاهو ربي معاك. والله بالحق. ديما لعمري نتبعهم كي بداوا يعملوا فيهم اعمل هكا واعمل هكا. ما تتبعوش هاله. تلقاها تحت الكرسي. تتبعوا التعليمات بتاع الطاقم. والسقوط ازمة ثم سقوطك بتاع التنفس هذيك اللي تهبط وحدها. اللي هذيك تخزر لها هاله تدخل لك تصوروا بها مثال. انا نقرا المعوذتين ونقعد على روحي. انا ايماني بربي قوي. ودعاء سفر. الغزاله رايقه تيرانانانا. سي مختار. الطياره المصريه كانت تدعى في النحل. في النحل 2002 فما ناس منعت معناتها اللي هما حاطين لي سانتور نتاعهم واحد وكل. وفي بالك شنو صار؟ في ايميسيون يظهر لي عيطوا لنا لينا احنا خاطر ما نجموش يطلعوا وقتها في النحلي وشتا صبت برشا ولو تيغان ايتي معناها فريمون تري جوميد. فوالا مشينا انا وصديقي في الرياضه السيارات وفما اللي خرجناهم من غاديكا باش وصلناهم للزامبيلونس. ما ننساهاش هذيك في النحلي. في النحلي الله يرحمهم اللي ماتوا واللي عاشوا وكتب لهم ربي عمر جديد. ثم يعني الطياره اللي خرج من باري يظهر لي بدلوا له الكونتور ولا تونينتير. تونينتير لا مش باري من ايطاليا. ان توكا من ايطاليا باليرم ولا حاجه كيما. ان توكا حتى اليوتيوب الصندوق الاسود تنجم تسمعوا في الفول هذا. الفول هذا تحكي عليه انت يحكي مع الميكانيكي صندوق الفول. الله يرحمهم يعني الناس اللي كان عندي سؤال على الصندوق الاسود باش نحيد. الواحد ما كان مازال عنده عمرته يعيش كان رب عمره فيه وفيك. اي وي هو توكا ساعات الخوف يخليك. انا مثلا مره خذيت انا اي نخاف مره خذيت فول من جميل من اتلانتا لباريس. رقدوا الناس الكل رقدوا. كان انت عوينك تبرق قطع سالم كان وك اسم سيمي الفيبراسيون اللي تصير تضرب في الصعب. ليه ذيك العشق انا دخلت مره في مروحه من امريكا جوستومون دخلنا في كومولوس نامبوس عرفت كي كي توربيون. قريت مش من المعوذات برك قريت القران اللي نعرفه. قلت خلوك نسمع
تي ليه ليه ما فهمتنيش معنا حبيت نقول لك دخلنا في كوميلوس نامبوس سيتي تيريبل سيتي الطقس خايب برشا سي مختار قالوا فما دي بيرتورباسيون كل شيء يلبسوا السبت نتاعكم نتذكر جو كرويك سيتي مون ديرني فول انا قلقت مره في الانترنت كهو لا لا انا مروحه من امريكا وقتها سيتي اوريبل اون توكا ثم حاجه اخرى زادك تطلع في الفول ثم ولاد يبكي زادك كبد ولاد صغير هذه كانك اكثر حاجه حاجه توتر الاعصاب البيبي يبكي احترام يعني زاد برشا يبكي مش واحد مع بعضهم يتلعبوا عندك صغار؟ لا لو جور وتجيب صغار ان شاء الله تولي عاديه تفهم انا كنت نتقلق من هذا اي مي سا ديرونج لي زوتر لا لا كنت نتقلق من هذا نقول انا البيبي وشو حس ولا شنو بعد كي سافرت مع اولادي مثلا وليت نفهم انك ما تنجم تعمل له شيء وقتها اي ما لازم تلقى حل خاطر شنو هو الحل شنو ذنبي انا شنو ذنبي وين شنو ذنبي زاد اي ما انا صحيح بوه ولا امه اي شنو نعمل له معناها نلوحوا وقتها غير فسيرو لا لا مهما كان اذا كان تعطيه ماكله ساعات يتقلق خاطر البيبي ولا لونفون يحس انه سواء يتحسر فك البقعه يفد حتى كيبدو عمره 3-4 سنين يحب يلعب ويحب يهبط وهذاك هي يعني اونيتي كوم سا واحنا ما نذكروش وكا اي ما في سيمي في لون كوري في لون كوري يجيوك 3 ولا 4 بيبي يعملها نص ساعه ساعه يتعبوا ساعه ولا 14 ساعه الدوخرة اي ثم فول واحد اخر تبدا جاي من اسطنبول هكا ثم مع احترامي للي ثم يجيبوا الحوايج من غادي وكذا سوق لحد في الطياره تبدا حاجه كانت عجلات وطاق دمشق كانت اي كانت دمشق يلا شنو الحاجة اللي اعتبرتها الصين أهم اكتشاف في القرن 21 كيفاش؟ الصين عندها حاجة اعتبرتها أهم اكتشاف في القرن 21 اللي هي شنية؟ هذا السؤال قربنا شوية أنا نصري الحوار من في التكنولوجيا في التكنولوجيا أنت جاي تكتب تكنولوجيا سامي صح تكنولوجيا الفضاء ما اسمع تشوفو دي كونسونتري الفضاء سقط على الارض ميتيوريت نيزك ميتيوريت اسمه ميتيوريت شو اسم النيزك اسمه نيزك بالعربي نيزك اي نيزك هاك اليوم عرفت حاجه ميتيوريت هي النيزك النيزك شو اسمه بتاع الصين هبط طاح على الارض سنه 2000 هو نيزك فوكونغ القاه تاجر صيني في صحراء جنوب غرب في مقاطعة فوكونغ في مقاطعة شيانغ يانغ بالصين شيجي يانغ خلنا ننطقها بالكده شين جيانغ بلدة فوكونغ اللي خلي النيزك هذا نادر الوجود هو احتوائه على نوع نادر من الأحجار الكريمة وهي أحجار الزمرد الزيتوني الكريستالي ذو لون عسلي واللي يتكون 50% من الزمرد الزيتوني و 50% من النيكيل والحديد في 30 أفريل 2008 تم تقدير النيزك ب 2 مليون دولار لكن حتى اليوم لم يتم بيع النيزك على خاطر الصين وصفته بأنه أهم اكتشاف في القرن 21 شو أهم اكتشاف في القرن 21 سي مختار؟ برشا حاجات مثلا 21 قرن 21 اي خاطر انا بالنسبه ليا اهم اكتشاف في القرن العشرين هي التلفزه انا شخصيا اهم اكتشاف في القرن 21 توسكي اون رابور افيك الاعلاميه واليوم الانترنت فوالا والانترنت اهم شيء نتصور سي سا شاطرني رايي هذولي نزار الانترنت بالنسبه لي 21 20 ما هي الانترنت تخدم حتى كلمه تيزر ما عندك كلمه تقول راه وي ايه مقبل شنو مقبل؟ 20 ايه 20 انا هذولي حتى انا انترنت ما عادش نجمو نعيشو من غيره اصلا كيفاش كنا نعيشو قبل ما غير ما غير الانترنت التليفون حاجه كبيره جي اس ام اكزاكتومون وال 20 سيكل 20 سيكل شكون عندنا 20 سيكل كبرشا حاجات التليفون والفريكو التليفون التلفزه الراديو برشا حاجات الراديو 20 هو مش 19 شبونس ديبو اي التليجرام هذاك التليجرام الراديو بعد البريد والبرق والهيت هاي هيلا تسلا انا العين ما تعرفش على الحاجه ملي تقولوا انت ذاك هو التلفزه انت جاي تثر الحوار ايوه انا نثر الحوار سلكا امورا تثر الحوار هكا ابتسام اليوم اي وفي القرن 21 شو اهم شيء بالنسبه ليك والجاي مازال راهو الجاي مازال مثلا كيما باغ اكزومبل الناس
اللي ملاين عنا الكونت بتاع فيسبوك في تونس اليوم معناها الميتا يعني ماشي انك تتخيل ناس في عوالم اخرى وتدخل وتنجم تشري وتعمل قضيتك وتدخل المتحف وتزور اقاربك في نيوزيلندا وانت في بقعتك اترافير الكاس كذاك. جوجل ايرث باك ستريت فيو زاد حاجه ممتازه على الاخر تدخل تشوف البلدان وي ممتازه. ما نحبش نمشي نحب نمشي نحب سكادو نمشي نزور 1896 تقريبا هو 1600 اي ولكن تطور اساسا بدايه قرن 20 قبل 20 تطور اساسا بعد بدايه القرن العشرين. ما سالش ما سالش ما سالش ما سالش ما سالش يصيروا في القرن اللي يقعدوا في بالك هكا التنجيزه بتاع فيليكس اسمه فيليكس هكا اللي نقز من السماء قداش هبط من كيلومتر نذكر الرجل ما نذكرش فيليكس اسمه هكا اي مثلا مثلا فما سيري ننصحك باش تشوفها كان ما ريتهاش هما الالمان اللي خموا في اول مره يعملوا جوجل مابس على طريقتهم كيفاش ضحكوا عليهم اللي يعني يمشيوا يقابلوا ناس يقول لهم ذا يحب يعمل قال له بتمشي تزور الدار اللي تولدت فيها والمكتب اللي قريت فيه يوريوك المسؤولين هذاك يغزروا بعضهم زعما مهبله مساكن هذو مش قاعدين يحكيوا وبعد تعاركوا مع جوجل ودخلوا في قضايا ربحتهم جوجل ولكن الفكره الاصليه كانت لهم هما هايله السيري صدقني قوي يساعدوا جوجل ما هايله السيري انا بلاش بيه ما تحركش الحق اما لا في تونس يا خويا يعطيك كيما بيس ما هو قال حكيت عليه كاع حكاية يلا قادك العام يلا ما تدخلش بيا في تغارب يلا هاي انفو ترافيك مسألة السبعة متاع العشية راسين كاري مع سامي بن نور على اي اف ام احلى راديو يلا درجي اللعب درجي اللعب نزار نعرف الذهب وانت هلا تحب برشا الذهب ثم الذهب الاصفر والذهب هي ماهيش لابسه حتى شيء ذهب تحب برشا تعرف انا ما نلبسش بالحق بالحق والله نعرف حاب يرمي لك حاجه يا اخي ما خطفتش الذهب الذهب الاسود هو البترول الماء زاد يلقب بالذهب الازرق الذهب البني هو الكاكاو فما هو الذهب الرمادي رمادي معناها شنو حاجه تتسمى الذهب الرمادي رمادي غري التراب واش الاسمنت سيمان هي حاجه ناكلوها هي من المكسرات نجم نقول ناكلوها الزوزه لا الفستق هي قالك هي الكاجو مرات كاجو عاش كان تصوير حد خد كاجو من الاول يخرج غري 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 ولكن من الاول غري من الاول يسمى الذهب الرمادي تستحوذ افريقيا على نوع دو كاجو تستحوذ افريقيا على 36% من انتاج الكاجو في العالم الاولى نلقاو فيتنام الثانيه نيجيريا ثم نلقاو الهند المرتبه الرابعه ساحل العاج اللي عنده 10% من انتاج العالمي وعنده ماشي يحبوا شكون يقول لهم ساحل العاج اي كوت ديفوار وعندهم يعني عصابات تهريب الكاجو بصفه رهيبه الكونترا تاع الكاجو كبير ياسر في الكوت ديفوار ويهربوا في العام بين 150 و 200 الف طن بين الحدود البريه في الكوت ديفوار مساحل العاج وربي لازم نثبتوا ونقولوا نواد كاجو مش دا كاجو برشا عباد يقولوا نواد كاجو نقولوا كاجو اعطيني شويه كاجو هو نواد كاجو كاجو هي لون لون اكزاكتومون دونك لازم نقولوا ما يسالش مش عرفتك علاش انا قلت شاكمون كاجو صحيح متفاهمين فيها هاي سي مختار سؤالك انا ما عندي سؤال عندي نكته اي مثال شنو هو هذا نبدلوا شويه شنو هو هذا قال لي علاش خلينا نبدلوا الجو خلينا نضحكوا واحد عالم ماتيماتيسيان كبير استدعاه في الشيف لا ما انت اللي قاعد قدامه على الطاوله فهمت قالوا بلي شنو الفرق بين واحد هكا تافه وكان فما كتاب على التفاهه خرج هناك كثيرين فما التفه قال له بلي شنو الفرق بين واحد حمار وماتيماتيسيان سافون كيف معناتها شنو الفرق بيناتهم طيب هذا سؤال معناها قال له طاوله قال له طاوله الطاوله اللي قاعدين فيها ما هو يحكي عليه قنبله الكره الطاوله اللي من بيناتنا قال ما عندك سؤال اليوم هاني قاعد شبعنا بالاسئله ما مسموح كان سي مختار ما يجيبش سؤال لا عليه لا تحبوا اسئله تو تشبعوا بالاسئله اي بلا خاطر نعرف اليوم اش تقصد سامي بنور معناها انت حسيتك مستقصدني لا والله لا استنصار الذهب الاخضر شنو جلبانه الجوجوبا
هو ذهب ما بعدتش ياسر هكا كلها فيها الجاي هي تفضل تجاوبوا على السؤال هذا ساهل شكونوا شكونوا الحاج كلوف ثم حموده معالي حموده معالي وثم البشير رحال زوز عملوا الدور بشير رحال وحموده معالي الاولاني اللي عملها هو حموده معالي حموده معالي بشير رحال بركة. اما بالحق تلمو كثروا الحاج كلوف فما برشا بشير رحال بوعوا ليا بوعوا ليا بشير رحال سؤال غير بالي انا ما عندي حتى شيء بالي غير بالي تخلفي انا معناها فما حتى شيء بالي انت البراءه متنقله هي يلا هند انا كالعاده في عالم السيارات نحب نسالكم في ام عام صارت لا بروميير كورس نتاع لي 24 اور دو مون معروفه لا كورس ميتيك نتاع 24 اور دو مون اللي يقعد يجريو 24 ساعه في 1910 والا 1923 والا 1955 55 مادام نزلت عليه تطلع كان 55 لا 10 10 لا 23 ما قادت كان 23 واول وحده صارت صحيحه واول وحده صارت في 26 و 27 ماي وربحها دايوغ اندري لاغاش وغيني غوني ليونار سي عملوا 128 تور فما 128 تور لو غران بري دو مون ان غران بري ميتيك برافو عندي لكم سؤال في مثل هذا اليوم 10 اكتوبر وي طبعا عندي الحق الكل عندي الحقوق الكل سامي حقوق البث والبرنامج الديمقراطيه موجوده ولكن تطبق على طريقه معينه ايه على خاطر مول البرنامج بعث البرنامج لا لا توفي في مثل هذا اليوم 10 اكتوبر ولد في 11 نوفمبر 1961 في العاصمه في حي باب سويقه درس الابتدائية بمدرسة نجل مشنقة ثم انتقل في الثانوية إلى المعهد الصادقي 94 انتقل لدراسة الإخراج في الخارج الماجري شوق الماجري الله يرحمه حصل على درجة الماجستير في السينما بعد تخرجه من المعهد أخرج العديد من الأفلام القصيرة لا بوست ذا سميل أوف إسلام كلي دو سول أظهرت الأفلام هذه إتقانه وموهبته الكبيرة بما جعل اسمه مطلوب وما إخراج ربما وقتها الباب الدراما دخل إخوة التراب بجزءه الثاني هو نصلي حسن يوسف قدمه كمخرج فذ في الساحة الفنية 2001 الأرواح المهاجرة مقتبسة من رواية بيت الأرواح الكاتبة العالمية إيزابيل إيلندي 2002 كان عين ربما أنه يقوم بإخراج مسلسل تاريخي عمر الخيام اللي نال الإعجاب خلال عرضه وكذلك إعجاب النقاد تاج الشوك عمل درامي تاريخي في نفس العام قام بإخراج مسلسل اجتياح مملكتنا والعمل من سيناريو وحوار رياض سيف حصل على جائزة إيمي العالمية عن فئة المسلسلات الطويلة 2006 رجع أخرج أبناء الرشيد نال المسلسل جائزة ذهبية في مجال الدراما التاريخية في مهرجان القاهرة 2006 وبعد عامين أبو جعفر المنصور هو المسلسل اللي قدمه واللي يروي فترة حكم الخليفة العباسي حقق العمل كذلك نجاح كبير و2009 هدوء نسبي اللي عرض خلال رمضان 2012 نابليون والمحروسة في نفس السنة قدم أول عمل سينمائي بعنوان مملكة النمل ساعد في تأليف ورفقة خالد تريفي وقام كذلك حلاوة الروح مسلسل 2014 توفي شوقي الماجري بعد تعرضه لأزمة قلبية في القاهرة 10 أكتوبر 2019 وتوفي بأحد مستشفياتها الله يرحمه ربي يرحمه كان عنوان لتميز كبير عمر العمر قصير وكارير كبيرة وي تلقاش حظه في تونس جرى برشا ربي يرحمه ينعمه بالحق والله أكثر واحد قلبي وجعني عليه بالحق والله الميغيت ميو اللي كنت فنان كبير فنان كبير مدير التلفزة مدير عام قناة التلفزية جاني حبيت نعمل لنا فيلم هيستوريك باي. كان نعمل باب العلوج تاع حسن بن عمرو فهمتني مي طبعا يزمو بيجي كان متحفظ جدا حبيته هو يخرج الله يرحمه يلا كنت يدرس سنكري نتلاقاو غدوه ان شاء الله شكرا لعزة في الاخراج لياسمين وزهره في الاعداد شكرا لزملائنا في الديجيتال امام الطيب قدم لكم الاخبار الميتيو قبل سبور بلس بعد احنا غدوه نتلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده EFM